لما انت تاخذ ثقه الناس وهي تنتخبك لتكون نائب رئيس في غرفتك المحليه وبعدها رئيس في غرفتك المحليه وبعدها نائب رئيس وطني ولا رئيس وطني والا نائب رئيس عالمي، هذا يثبت انك يعني بالخطوه خطوه اصبحت تمتلك بعض المهارات القياديه اللي تخلي الناس ترى انه تصوراتك صحيحه والاشياء اللي تحب انك تقوم بها هي الصحيحه وتولي تعطيك المسؤوليات وتمكنك باش في كل مسؤوليه تزيد تتعلم اكثر. وقت اللي توصل انك تتعلم كيف يلزمك يعني تقوم بالمسؤوليه اللي انت فيها، في اللحظه هذيك يلزمك تحاول تتعدى المسؤوليه اخرى ما اكبر. يعني هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه نحن رانيا اكيد هو بموازاة حياته للواحد، يعني مش انه بده يتفرغ من كل شيء لهيدا المشروع او لهالتدرج هيدا وينسى الحياه الثانيه، هيدا بيرافق الحياه الثانيه لا ينجحها. صح، او الحياه الاساسيه مش الحياه الثانيه. صح. هلا هو كمان بتعتمد على الشخص قديش هو بحبها وبيقتنع فيها، على هالاساس هو بصير بيخترع لها وقت. يعني في اشخاص بتقدر تكون ممبر عادي بس بيجوا بيحضروا ميتينجز ما عندهم كثير وقت ما بيسمح لهم في منهم عندهم شركاتهم ما بيقدروا هن يحطوا كثير وقت فيها انه هن يشتغلوا على بروجكت يترأسوا للمتابعه يعني دايما. ايه لانه اذا بدك تترأس بروجكت بدك تضلك تعمل فولو اب مع التيم يلي انت فيه، فبس بيكتفوا انه بيجوا بيحضروا ميتينجز، اما لما بصير في اكتيفيتي بصير في تريننج بصير في اي اكتيفيتي بيجوا بيشاركوا فيها بس ما بيشتركوا بالتحضير. بينما اشخاص ثانيين هن حابينها وحابين انه يرجعوا يوصلوا فيها لانه بيعرفوا انه لتقدر توصل لمراكز فيها بدك تحط وقت، بدك تحط افورت، مزبوط هيدي فولنتير ورك، بس انه حتى مثلا بالنسبه لإلي هلا كرئيسه وطنيه لجي سي اي لبنان انا عم بعتبرها اتس اي سكند فول تايم جوب، منا مدفوعه اكيد، اتس فولنتير. عندك فيرست فول تايم جوب. انا عندك وظف... شغلك الاساسي اللي هو وظيفه معينه. بس انا بحبها كثير وبحس انه هي ساعدت بشيبينج ماي بيرسوناليتي، صار لي 4 سنين فيها وكثير عملت فيها سيلف ديفلوبمنت. حسيتي بوظيفتك الاساسيه حسيتي بتقدم ملموس؟ يعني من خلال تدرجك بالتعاطي مع الزباين يلي انا عندي اياهم، بالتعاطي مع الاشخاص يلي معي بالمكتب، بالطريقه اللي فيك انت تاخذ اللي بدك اياه ساعتها من الاشخاص، تخلص انت شغلك، بتتعلم كثير كوميونيكيشن سكيلز، بتتعلم حتى بتتعلم سايكولوجي لتتعاطى مع تيم. نعم تقدر تتعاطى مع تيم، حتى بتتعلم سايكولوجي كل واحد كيف راسه. انه كثير حلو، منا هينه، كثير فيها مجهود، كثير بدها وقت، بس كثير حلوه. بخصوص كل القرارات اللي بتتعلق بالجي سي اي العالميه، بنعرف انه حضرتك نائب الرئيس العالمي، في الرئيس العالمي وفي يمكن المجلس العالمي، مجلس اداره الجي سي اي، في قرارات معينه بتصدر سنويا طبعا. بتتعمم على كل الاعضاء، منين بتصدر هالقرارات؟ هي القرارات بتصدر من المكتب العالمي، يعني هي اقتراحات تصدر، اغلب اقتراحات تصدر من المكتب العالمي. وفي الورلد كونغرس تصير جنرال اسمبلي اللي فيها يحضروا جميع الرؤساء الوطنيين للغرف اللي موجودين يعني في العالم كله، وكل غرفه حسب ما فيها عدد اعضاء والا عدد غرف محليه عندها يعني عدد معين من الاصوات، ويقع تصويت يعني على القرارات اللي يتم قبولها والا اللي يتم رفضها للاعوام اللي قادمه. هذه في القرارات الكبرى، لكن بالنسبه للقرارات اللي يعني بتاع الاداره العامه هو المكتب العالمي التنفيذي، يعني المتكون من الرئيس العالمي و4 نواب رئيس عالمي تنفيذيين هما اللي يصدر اقتراحات او توصيات معينه يعني تتعمم على رؤساء البلدان، خلينا نقول تتعمم على رؤساء البلدان، يعني فيه رؤساء جي سي اي، اي رؤساء يعني البلدان، رؤساء جي سي اي في البلدان اللي فيهم جي سي اي. هذا بالطبع. يعني هي فيه ايضا ناس تشتغل فول تايم في الورلد هيد كوارتر نتاع الجي سي اي، واللي هي يعني تحضر عديد المقترحات ايضا للمكتب العالمي اللي ينظر فيها حسب يعني تطور الجي سي اي في العالم وفي المناطق، ومن بعد بيرسلها للرؤساء الوطنيين للجي سي اي في بلدانهم ليعطوا فيها يعني آرائهم واقتراحاتهم ايضا دي، وفي الاخر الجنرال اسمبلي بالفوتينج هي اللي تختار يعني شو القرارات اللي تطبق والقرارات اللي ما تطبق. نعم رانيا، هيك تختم الموضوع شوي، بحس انه صار العالم كله اليوم بحاجه ل منقذ داخلي اذا بدنا نسميه، هالمنقذ الداخلي يلي كل الوقت يضل عامل له السبورت او الدعم الكامل، يلي كل الوقت يضل يشتغل له على نفسيته، يضل مخليه واقف على رجليه، يضل مخليه قوي. كتب عديده عن الليدرشيب اليوم بالسوق مهوله، قديش في عدد منها، اغلبيتها عم بتكون مصدرها الولايات المتحده وبريطانيا بالتحديد، كلهم عم يحكوا على موضوع الليدرشيب. ليش هالقد اليوم نحن بالالفيه الثالثه بالقرن ال21 عم نحس انه موضوع الليدرشيب عم ياخذ حيز كبير من اهتمام الشباب، كله بده يكون ليدر، كله بده يعرف كيف يتصرف، ما بقى حدا يتكل على البيرسونال انتويشن او الحدس الشخصي او قيادته لحاله، يعني بحاجه لاشخاص انه يعلموه كيف بده يكون قائد. لانه بالعصر اللي نحن فيه في كثير مجالات بيقدر الشخص يبرز فيها، لتقدر تبرز بحيالله مجال بدك تقدر انت تكون ليدر، كرمال هيك وبعدين كثير الاديوكيشن صارت كثير الاديوكيشن متوفره للاشخاص، واي حدا متعلم وفهمان بحب دائما انه يتقدم ويتطور، فطبيعي بكل شيء بدك ليدرشيب، كرمال هيك صايره هلا الترند هي بالعصر اللي نحن فيه. خلينا نلخصها ونقول هي طبيعه الانسان، بحب يتقدم بحب يكون قائد دائما. انا بدي اتشكركم واتمنى لكم التوفيق، اكيد كنا عم نشوف على الهوا هلا الويب سايتس لكل الاشخاص اللي بحبوا يتعرفوا اكثر شو هي جي سي اي بالعالم وشو هي جي سي اي بلبنان ويتواصلوا معكم، فيهم يرجعوا يشوفوا الويب سايت يلي عم نشوفهم هلا www.gci-scorelebanon.org او حتى الانفو يلي فيهم يتعرفوا على كل المعلومات، مزيد من التفاصيل. اذا بدكم اي رقم تليفون بيتصلوا فينا، نحن بنعطي رقم تليفونات. رانيا حداد الرئيس الوطني لجي سي اي لبنان، شكرا لك. والاستاذ انيس الشهبي من تونس نائب رئيس عالمي لجي سي اي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم يوم جديد. رح نتوقف نحن وياكم مع فاصل اعلاني قصير وبنرجع بنتابع لقاءاتنا من يوم جديد.